مرحبا بكم، رجعنا لكم بوصفة جديدة. إن شاء الله تكونوا بخير. أتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. يلا. فليه الدجاج؟ نقطع فليه الدجاج إلى مكعبات تكون كبيرة شوية. هيك صار جاهز. هلا بنعمل تتبيلة. تتبيلة نوضع لكل كيلو دجاج فليه 100 غرام زيت، اي نوع زيت متوفر عندكم انتم بتحبوا تستخدموه. نص كوب، 100 غرام نص كوب لكل كيلو، لكن انا عملت تقريبا 2 كيلو، بوضع كمان نص كوب. كل كيلو نص كوب. بهارات الدجاج معلقة طعام لكل كيلو، انا عملت تقريبا 2 كيلو، نضيف بزيادة. هان فلفل احمر مخروط معلقة طعام، وهذا حسب الرغبة، لكن هو بيعمل طعم كتير لذيذ. ثوم مهروس لكل كيلو دجاج معلقة صغيرة. نخلط المكونات مع بعض، نخلطهم جيد، نوضعهم بالتلاجة، ويفضل نعمل الخلطة قبل بيوم، كل ما طول في التلاجة أكتر كل مكان أطيب. وأقل شيء أقل شيء لازم يكون 4 ساعات 5 ساعات. هان نعمل توابل الدجاج، أعلمكم كيف تعملوا توابل الدجاج. ملح معلقة صغيرة، كزبرة ناشفة معلقة صغيرة، بابريكا أو فلفل حار معلقة صغيرة، ممكن بدل بابريكا فلفل حار اللي بحب الدجاج يكون حار. هان الهيل ثلث معلقة صغيرة، تقريبا ثلث من ربع لثلث معلقة صغيرة، هذا بس فقط معادلة أنا بديكو. كركم ثلث معلقة صغيرة، فلفل أسود ثلث معلقة صغيرة، كمون ثلث معلقة صغيرة كمون. نخلطهم مع بعض. هذه معادلات، انتوا بتضاعفوا الكمية قد ما بدكم بتضاعفوا الكمية، ممكن تعملوا كيلو 2 كيلو، بس هذه المعادلات اديتكم. من الخلطة هذه بناخد لكل كيلو دجاج معلقة طعام، لكل كيلو دجاج. ويفضل البهارات تكون انتوا تطحنوها عندكم في البيت، تطحنوا البهارات عندكم في البيت، تجيبوها حبوب وتعملوها شوية بالمقلة شوية دقيقة، بعدين تطحنوها عندكم. هذه البابريكا بنعمل الخضار للشيش طاووق، بنفرم خضار مع شيش طاووق، والسياخ الخشب يفضل نحطهم في الماء. إذا بدنا إحنا نشتغل بسياخ خشب نوضعهم بالماء قبل فترة بسيطة. هيك أنا بدي أشك سيخ واحد قدامكم منشان نكمل بقية الوصفة. نقطع الخضار، الخضار حسب الرغبة. الخضار أنا وضعت بابريكا ألوان وفطر، أنتوا فيكو توضعوا شو أنتوا بتحبوا. هيك قطعنا الخضار، وهلا بنشك الفلي. ناخد عود الخشب من الماء وبنشك الفلي. انا اعملكو سيخ واحد افرجيكو قدامكو. نوضع كل قطعة فلي، نوضع قطعة خضار، هو بيعمل طعم كتير لذيذ مع بعض. طبعا الفلي الدجاج وضعته في التلاجة قبل بيوم، يفضل قبل بيوم، ولكن اذا انتو اضطريتوا وانتو مستعجلين انو تعملوا الاكل بسرعة وما في وقت عندكم، اعملوا التتبيلة ووضعوا الزيت ووضعوا كل اشي، لا تضعوه في التلاجة، خلوه تقريبا 2 3 ساعات برا التلاجة عشان يشرب التتبيلة بسرعة.
فقط ساعتين أو ثلاث ساعات. هان ممكن نعمله في الجريل، ممكن نعمله في الفرن، وممكن نعمله على الفحم، انتو تختاروا جريل او على الفرن او على الفحم مثل ما بدكم. هيك احنا بنشوي تقريبا، هيك خلص شوي. تتأكدوا انه استوى، لازم تتأكدوا انه استوى. هلأ الخبز في طريقة حلوة برضو بنعملها في المطاعم، نجيب فلفل مخروط نوضع على الخبز مثل ما انتو شايفين، ونوضع الخبزة الثانية فوق منها، ونحب نوضعه على الجريل. كتير كتير لذيذ على الجريل او على الطوى او على الفرن مثل ما انتو حابين. انا بديكو بس مجرد افكار. نوضع الخبز على الجريل ونقلبه على الوجه الثاني، هيك جاهز. كتير كتير لذيذ، نقطعه ونقدمه مع الوصفة. صحة وألف عافية، كل عام وانتم بخير ورمضان كريم. هيك الوصفة جاهزة. أتمنى تشتركوا بالقناة. شكرا كتير لكم، مع السلامة.